هلا والله. هلا. وين جوجو؟ جوجو جوجو جوجو. هلا لالا. جوجو شلونك؟ الحمد لله لالا، شفت الايباد اللي قلت لك عنه؟ ابوه اشترى لي اياه. ابوك؟ ايه شفت يا نواف، شفت ابوه يشتري لي وانا لا، شفت ان ابوي صفر الله بس. يا لالا نيني شوف ايش جبت لك. هذه لعبة، ترى ما هي بأي لعبة، بس انتبهي على ايدك. هذه تحطين حلاوة هنا، سكرينها، بعدين اذا بغيت تفتحينها كذا كذا يا حلوة. ها مبسوطة؟ ما شاء الله. هلا لانا، يا هلا ببنيتي الكبيرة. تعالي جلسي عندي هنا. شوفي ايش جبت لاختك، شوفيها. ايه شوفين؟ وانا منسية انا، صح؟ بنتك كبيرة منسية، صغيرة. طيب ليش؟ طيب هذه صغيرة، هذه تاخذ العاب، تبي طيب. اللعبة؟ لا انا انت حسيتها عشان لعبة. لا مو لعبة ولا عن مو مسألة لعبة. ايوه انا ابي اي شيء، اهم شيء انك ما تنساني ولا ما نسيتك انا يا بابا، ما نسيت. وش نسيتك فيه؟ في اللعبة، في الكلام. كلام زين، انا اقول لك كلام، حتى انت يقول لك كلام زين، حتى هاي يا حبيبتي وهاي يا حبيبتي. تبين كلام زين؟ وش تبين؟ تبين العاب انت طفلة انت؟ لا بس تبين طيب؟ جيب لي اي شيء حلو كبير كذا. وشو مثلا؟ عطر، ساعة، خاتم، او على الاقل طلعنا على الاقل. باذن الله يا بابا، باذن الله. ها خبست بينها شوي ان شاء الله بعد. بس اشوفك ابوي انك مركز عليها اكثر شيء انا. هذه صغيرة تبي اهتمام اكثر، صح لين؟ وانا كبيرة ابي اهتمام. وانت كبيرة تبين اهتمام يا بابا. ابشر ان شاء الله باذن الله راح اسوي. انا كبيرة. انت كبيرة؟ ما شاء الله كبيرة نيني. براهنك يا بابا انك بتسوي لها الاشياء، وانا ما لي شيء. خلاص يا بابا الحين. لا سويت لي، جبت لها عطر ولا خاتم ولا سوار ولا طلعتني ولا. خلاص نشوف. خلاص نشوف. خلاص لا تزعجينا عاد، ترك صجتينا عاد صدق. يلا قومي روحي، قومي وخلاص. شو يا اختك؟ الجو رهيب. وين رايحة نيني؟ روح بابا يودينا العاب. العاب؟ ايه. ليه موديك؟ ما عندك. يلا يا نيني. وين رايح بابا؟ توديها العاب؟ ها توديها العاب يا بنت الحلال؟ هذه بنت صغيره، تبين تروحي معها؟ ولا بنت العاب، ولا بنت ولد، ولا بنت صغيره حتى. طيب حتى واذا صرتي انت تبين العاب؟ لا ابغى شيء اهم شيء ما تنساني. طيب يا اخي. طيب ليه ولد؟ عادي ما نوديك الحين، بودي بنت صغيره بعدين اوديك. هذه صغيره انت اصغر من شفت انت. شفت انك تفرق؟ شفت هل في صرف صوتها؟ ها؟ هدى اعصابك، هدى اعصابك على ابوك. طيب هدى اعصابك، هدى اعصابك، اعصابك يا ابن الحلال، هدى اعصابك. هدى اعصابك، روقت؟ ايه. خلاص يلا. ايش فيها طيب؟ مالك شغل ايش فيها؟ انت ايش دخلك الحين؟ خليك داخل، ادخل، خليني اودي اختك واجي. والله العظيم بلشت فيهم مرة، امشي يلا. وش فيك انت تكلمين ابوي كذا؟ ها؟ علامك تكلمين واحد كانه مو ابوك، ها؟ انت ما شفت معاملته لي، معامله اختي الصغيره، ها؟ ما شفته صح؟ بس جاي ترمي كذا صح؟ ما شفته صح؟ طيب مهما كان يا لانا هذا ابوك، المفروض ما تكلمينه كذا. طيب بقول لك شيء، انا وعدني مره ومشيتها، ما سوى الوعد، ومره ثانيه وما سوى الوعد، مرة الثالثة فقدت أعصابي، ما عييت أمسكها. عادي يا لالا هذا أبوك، يا لالا هذا مهما كان هذا أبوك، المفروض ما تكلمينه زي المكالمة اللي شفتها منك، لا تسوينها ثاني مرة يا لالا. طيب أعطيك مثال، امشي نروح البنت أنا أعرفها ونشوف أبوها وش سواله. يلا مشي. هلا والله. هلا. وين جوجو؟ جوجو جوجو جوجو. هلا لالا. جوجو شلونك؟ الحمد لله لالا، شفت الايباد اللي قلت لك عنه؟
بابا شراني اياه. ابوك؟ ايه شفت يا نواف، شفت ابوه يشتري وانا لا، شفت ان ابوي صفر الله بس. يا لانا ايش فيها هذا؟ شفت يا نواف، شفت شفت يا نواف، شفت اباء الناس ومقارنة بابوي، ها شفت؟ ما اقدر استحمل اكثر من كذا يا نواف، ما اقدر. اي والله يا لانا معك، معك حق يا لانا. طيب شوف ابوي، مقارنة بيني وبين اختي الصغيرة. طيب هذه اختك الصغيرة يا لانا، عادي عملها زي كذا، انت كبيرة يا لانا. ايه كبيرة واحتاج معاملة. طيب جبت لانا احلى هدية عشان ما تكون زعلت علي يا بابا وما ادري ايش، ما جبت لها، جبت لها هدية. يلا نيني خلاص مبسوطة؟ مبسوطة للالعاب؟ يا لانا، لانا جبت لك هدية. ها لا تقولي ما جبت لي هدية. اوف زعلانة. لانا 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 شوفي الهدية، شوفيها شوفيها، هذه هديتك، خذي خذي يا بنت، انت مسكينة، شوفيها 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 يا لانا، هذا شوفي شوفي. طيب طيب ايه لك يا لان، احسبتي ايه لك، هذا لك قلت لك ابوك ما يخليك يا لان. ايه قال لك شفتي؟ ايوه الف مبروك، الف مبروك يا لان. تاخرت فيه بس جبت لك شيء زين. بعدين يا بابا انا ما ترى انا احبك، لا تستعجلين يا لان، احبكم نفس واحد، ما انت احبها وانت احبك واحب اخوك، كلكم كلكم عيالي. طيب وانا باقي انت ابشر، وش تبي انت؟ العب تبي العب، تبي العب شحن، اوديك تزحلق؟ لا ابغى شحن. شحن ايه؟ شحن كلب. شحن كلب؟ ايه لا ابغى بيسي، بيسي كلب حسنا. عندنا بيسي في المجلس هنا صح؟ خربان انا مبسوطة يا لانا. لا هذا جديد، خلاص اهم شيء يلا انت جيب شحن. شكرا شكرا يا بابا، يلا روح نوديك شحن السيارة عشان تسحنها لي شحن.